رح نبدا اخبارنا الثقافيه والفنيه مع رابطه الاصدقاء بمدرسه مارليس للراهبات الانطونيات بغزير يلي بتقدم حفله سنوي، والسنه رح بيكون مع ذا جولدن ايج الامير الصغير سامي كلارك وعبده منذر. السبت 6 كانون الاول الساعه 7 المساء باوديتوريوم المدرسه. ذا جولدن ايج بيكي ايديكي بايديك خلينا العب بكره خلينا العب بكره نرقص ونغني يا صبي فرقه The Golden Age الأمير الصغير عبد المنذر سامي كلارك The Golden Age. بعد النجاح يلي حققه العام الماضي بكازينو لبنان وقبله بجامعة القديس يوسف، فرقة سولي الإيطالية بتزور لبنان مرة جديدة لتقدم عرض بعنوان بيتزيكا، أغاني رقص موسيقى وذلك برعاية السفير الإيطالي والمركز الثقافي الإيطالي ببيروت، اليوم 21 تشرين الثاني الساعة 8 المساء بقصر اليونسكو. نتابع مع اخبارنا. الجامعه الانطونيه وبرعايه وزاره الثقافه بتقدم املاؤنا لغتنا وذلك لاحياء اليوم العالمي للغه العربيه، نشاط بيجمع الطلاب ليختبروا مدى معرفتهم للغه العربيه. النص للاعلامي بسام براك. السبت 6 كانون الاول الساعه 11:30 صباحا بالحدث ببعبده بمبنى الجامعه. بزمن الاستقلال جهاد الأندري يتلو لكبار شعراء الوطنية بمرافقة الأوركسترا الأرمونية لموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد أنطوان طعمي على مسرح قصر اليونسكو السبت 22 تشرين الثاني الساعة 8:30 المساء. سيرك دي ليبان بيقدم سيركو انترناشونال، عروض سيرك وخفة وعروض طبعا مخصصة لكل العائلة للكبار وصغار مع عدد من عروض الحيوانات. العروض عم بتكون من الأربعاء لغاية نهار الأحد ومستمرة على فترة 3 أشهر. بعيد الاستقلال رح بيتم افتتاح بيت الاستقلال يلي تم ترميمه وتجديده ببشمون، هو البيت الاول يلي جمع افراد الحكومه لمده 12 يوم قبل اعلان الاستقلال بالعام 1943. عم نشوف اطفال كورال عم بيأدوا اغاني وطنيه. الافتتاح رح بيكون 21 شهر الساعه 10 الصبح بحضور وزير السياحه ميشيل فرعون بمرافقه دبكه واغاني وطنيه. الفنان زياد رحباني بموعدين جداد ب 21 و 22 تشرين الثاني باللايت هاوس أنطليس.
سامي خياط بيقدم عمل مسرح جديد بعنوان كرف أو أرف، مواقف كوميدية ساخرة مثل ما عودنا دايما. هالمرة رح بيرافقوا جاد سعد، فيرا درزي، وإلي سابا من الخميس للأحد 9 المساء على مسرح مونو الأشرفية. بلشت مسيرته الفنية بالستينات وكفت بالسبعينات وكفت بدون انقطاع خلال كل الحرب اللبنانية وكفت بالتسعينات وكفت بالألفية الجديدة، واليوم اليوم صرنا بالمسرحية رقم 55. سامي خياط بيقدم مسرحيته الجديدة قرف على مسرح مونو الأشرفية. البطاقات لجميع ضمن الأعمال الفنية اللي عم نشهدها معرض تشكيلي للفنان فؤاد نعيم تحت عنوان شجر، عم بيعرض من خلاله 27 لوحة بقاعة نهى راضي بمسرح المدينة، والمعرض مستمر لغاية 15 الشهر المقبل. ورح أختم بخبر أخير من أجواء عيد الميلاد يلي قرب وصار على الأبواب، إضاءة شجرة عيد الميلاد وافتتاح الزينة بمدينة جبال مع كورال مؤلف من الأطفال. رح بيشاركوا الفنانة كاتيا حرب تراتيل ميلادية، ولهالمناسبة كاتيا رح تطلق ألبومها الدينة الجديد. الموعد ب 25 تشرين الثاني بساحة جبال. بنسمع من كاتيا حرب. الأرض السكينة سكروا الناس مجد السماء حبوا خيوط القصيدة. الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون والنائب السابق صلاح حنان هن ضيوف المجازين السياسي على إذاعة الشرق ابتداء من الساعة 8:30 مع زميلنا يقظان التقي. إلى أخبار الطرقات وشو عم بيشهدوا من عجقة سير. طالما الشتاء بعد ما بلش بنكون بعدنا بألف خير على الطرقات اللبنانية، وعم نشوف حركة السير حاليا على جسر سليم السليم، حركة سير ناشطة بكافة الاتجاهات. إلى أوتوستراد الزلقة، المسلك المتجه نحو بيروت عم بيشهد على ضغط بهالأوقات. من الزلقة منتابع مع صيدا وحركة سير عادية اليوم بصيدا. المؤهل جهاد أبو زكي من غرفة التحكم المروري معنا على الهاتف ليعطينا تفاصيل أكثر عن حركة السير لليوم. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. شو في تفاصيل عن حركة السير يعني لهلا؟ نعم، بدي أبدأ من المدخل الشمالي لبيروت، عم بيشهد حركة كثيفة ما بعد التوقف، عم تتراوح ما بين النقاش وصولا لنهر الموت، والدورة أيضا باتجاه شارل الحلو. نعم. أما بالنسبة للمسلك المقابل عم بيشهد حركة طبيعية ما في عجل سير. منتقل الصالومي ناشطة باتجاه الحايك، خالدي باتجاه الأنفاق أيضا حركة ناشطة، مدينة رياضية باتجاه جسر سليم السلام، ووصولا لوسط بيروت عم يشهد حركة ناشطة. نعم. محور السنتريز وصولا لحدث جالوري سمعان عم يشهدك ايضا هذا المسلك حركة ناشطة ما بعد التوقف. هذا فيما خص الحركة الصباحية لليوم. نعم، وفي تنسيق مع البلديات يعني بحال صار فيضانات بما انه ميشا واصلة على لبنان قريبا؟ نعم، تنسيق دائم ان شاء الله ما يصير في مثل ما صار المرة الماضية. تم معالجة كل مجاري المياه، صرف الصحي، نعم، البنى التحتية، واخدين كل التدابير بخصوص العاصفة القادمة على لبنان. نعم، وفيما يختص بحوادث السير يلي حصلت بال 24 ساعة اللي مرقت؟ فيما خص الحوادث خلال ال 24 ساعة الماضية، هني 7 حوادث نتج عنهم قتيل وست جرحى. توزعوا الحوادث على شكل التالي: الشوف حادثين نتج عنه إصابتين، جديدة حادثين نتج عنه إصابتين أيضا، جوني حادث نتج عنه إصابة، بعبدة حادث نتج عنه إصابة، بعلبك حادث نتج عنه قتيل. الحوادث أسباب مثل ما بنقول سرعة زايدة والتلهي. نعم، شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، نحن بنتشكرك. رح نتوقف هلا مع فاصل إعلاني ومن بعده تقرير أخبار الصباح المنوعة ليوم الجمعة بتبلش. ضلكم معنا.